يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود سلامتك يا بني. سلمك الله يا أمها. هل أصابك مكروه يا ولدي؟ لا يا أمي، الحمد لله، لقد نصرنا الله من دون خسائر تذكر. حمدا لله على سلامتك. هيا يا بني، هيا اذهب إلى مخدعك كي ترتاح من وعثاء السفر. لا أريد يا أمي، أريد أن أذهب إلى قصر الذهب، فقد أذن لي الخليفة. رافقتك السلامة إذا. جعفر. مولاي، كيف حال النساء معك يا جعفر؟ هل يطيب لي شيء بدونك مولاي؟ وماذا عن الجواري؟ ألم تعرف جارية حسناء جديدة؟
لا شيء، لا شيء يبدوني مولاي، لا شيء. كيف يا ذات الخال؟ جهز لنا مجلس أنس وطرب. اي الهي، وما شأنك أنت؟ ما شأني أنا؟ كل ما يتعلق بهذا السوق لي شأن به، لكني أدفع لك. الأمر هو ليس فقط أن تدفع لي، الأمر هو أن لا تفكر بما أفكر به، وأن لا تراودك نفسك بامتلاك ما أريده وأحبه. ولأنك فعلت، عليك أن تخلي مكانك هذا وتنتقل إلى مكان آخر في نهاية السوق هناك. هيا هيا. لن أرحل يا مهان، هذا المكان لي. شريدة، سمعت ما يقول؟ سمعت. لن أنتقل يا مهان. ماذا قلت؟ أنسيت من يستطيع أن أؤذيك وأؤذي حبيبة القلب سيرين؟ نفذ ما طلب منك وإلا سأنتقل، سأفعل ما تريد، ولكن إياك أن تؤذي سيرين. فتى طيب، هيا اذهب وافعل ما طلب منك. هيا تحرك. هيا لقد حملتك على كتفي هذين يا مولاتي، واعتبرتك كابنة لي. إذن افعل ما سأقول لك. أنا في خدمتك يا مولاتي. أريدك أن تتخلص من جارية. أمر مولاتي. عتبة ستقول لك ماذا ستفعل. اسمع يا أرجون، ستغير مكانك أليس كذلك؟ لقد أمرك مهان بهذا. كل ما في الأمر أنني لا أريد أن أقحمك وأقحم نفسي في المشاكل. مشاكل؟ أجل يا سيرين أجل. مهان رجل شرير ولن يتوانى عن فعل أي شيء ليحصل على ما يريد. عذر أقبح من ذنب. مهان ينتزع منك رزقك وأنت لا تريد أن تفتعل المشاكل؟ مهان يأخذ منك نقودك وأنت لا تريد أن تفتعل المشاكل؟ أي رجل أنت؟ سيرين أرجوك يا سيرين. ماذا لو أن مهان أخذني منك؟ عندها لا تريد أن تفتعل المشاكل أيضا؟ اللعنة عليك وعلى ضعفك. لقد خفت عليك يا سيدي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لقد من الله علينا بفتح عظيم، وأتت الناس من كل فج عميق كي تؤازرنا في دعوتنا الصادقة، دعوة آبائنا وأجدادنا لاسترداد الحق الضائع. والله إني أخاف عليك يا مولاي، وإذا اقتضى الأمر فسلامتك أهم وأبقى. أتلمح إلى أن أتخلى عن هذا الأمر؟ كيف لي أن أتخلى عن هذا ونحن لها أب وأم، ورثناها كابرا عن كابر، وسلبوها منا صاغرا عن صاغر؟ كيف لي أن أدعها وقد صارت إلي؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله على سلامتك. اشتقت إليك كثيرا يا زبيدة. ونحن اشتقنا إليك أيضا. سمعنا أخبار الصائفة، ونعم تلك الأخبار. لقد من الله علينا وهدمنا حصنا كان يؤرق المسلمين. الحمد لله على سلامتك. بارك الله فيك. هل هناك من أخبار جديدة؟ رأيت في المنام فيما يراه النائم أني كنت متمسكة بستار الكعبة، ومحمد الأمين كان معي وقد كان صغيرا، كان يمسك بردائي ويقول لي: أمه، أريد أن أبقى هنا بجوار بيت الله كي أقوم على خدمته. هل فسر لك أحد هذا الحلم؟ لا يحتاج إلى تفسير. إذن ولاية العهد يا مولاي يجب أن تعلق على أستار الكعبة. ما لي إلى ذلك حاجة، إنه مجرد حلم. بل إنها إشارة. لم أفكر في هذا. قد آن الأوان يا خليفة المسلمين أن توطد الولاية وتعلقها على أستار الكعبة، فلا يستطيع أحد الفكاك منها، وعندها ستمنع الطامعين من التفكير بانتزاع حق ولدنا الأمين. مولاي، إن هذا الأمر يؤرق العامة قبل الخاصة. سأفكر في الأمر يا زبيدة. أيتها السمراء، تعال. أحضري لنا شرابا، ونريد أن نرى رقصا ونسمع غناء. أين سيرين؟ أين هي؟ هيا أحضريها. أمرك سيدي. ولما يمضي غير ليلة. بك يا ياقوتة؟ لن يأتي مولاي الخليفة الليلة. كيف؟ كيف لن يأتي وهو من طلب ليلة الأنس؟ وما يدريني أنا؟ هيا هيا، سمعتم ما قالته ياقوتة. أخيرا أتت سيرين، نريد أن نسمع غناء ونرى رقصة. هيا. أيتها السمراء، لماذا لا تردين أيتها اللعينة؟ إني أكلمك. شحوان، أصبح لك راغب أيتها السمراء اللعينة. لماذا تناديها بالسمراء اللعينة أيها الأبلة؟ أيها الماذا؟
حتى انشغل عنك يا مولاتي. اللعنة على كل نساء رشيد. ما اللعنة على كل نساء سيدتي. أنا لست سيدتك. أنا جارية مثلك. لست سيدة لأحد. لقد فضل الرشيد علي نساء. فأنا لست سوى جارية تباع وتشترى. جارية تباع وتشترى. لقد أصبحت خارج القصر يا مولاتي. لا يا مولاتي، أنا في خدمتك ولا أريد مالا. أنا العباسة ابنة المهدي، هذه هديتي لك. هل تأكدت أنها اختفت نهائياً؟ بلا رجعة يا مولاتي. أحسنت يا أرجوان. هذه قصتي يا مولاي. إذن أنت حامل من جعفر. أجل يا مولاي. كم دفعت ثمنها؟ 2000 درهم يا مولاي. هذه 4000. وهي لك يا مولاي. وهذه 2000. على أن تحتفظ بها إلى حين طلبها. وإن مسها سوء سأقطع لك رأسك. لا يا مولاي، لن يمسها سوء أو أذى. مع أني وعدت أرجوان أن أتخلص منها وأبعثها إلى بلاد بعيدة لا تستطيع الرجوع منها. سيحتفظ بك هذا النخاس إلى حين طلبك، وستكونين بخير اطمئني. مولاي، أريد الاحتفاظ بولدي. ستحتفظين به. لازلت مستيقظة؟ إذن أنت واقعة في الحب مع حسن. لست فتاة هينة يا شعوان، ولك صوت جميل. ومن أجلك أتى حسن يبحث عنك؟ ظننت أنه انتهى إلى الأبد حيث لا رجعة إليه، ولكن لم تجري سفني كما أريد. سأرى ما أفعل من أجلك. اهدئي وامضي إلى النوم. من أين لي بالنوم يا سيدتي؟ كوني قوية يا شعوانة، فالمرأة إذا ضعفت كثر ذبيحها. ما بك يا أحمد؟ أصبحت تمتثل لكل ما يطلب منك. ما كان يجب عليك أن تنفذ ما طلبه منك معان. سأعود إلى مكاني في السوق وليحدث ما يحدث. أحمد، هيا إلى الصلاة. حسن. مولاي، فبك كلام يا مسرور. أجل يا مولاي، أريد أن أتزوج. جارية من القصر؟ نعم. من؟ مهدية.
ما هدية؟ جارية والدة الخيزران رحمها الله. رحمها الله. تبكي بمثل هذا الوقت؟ لم أستطع النوم، لم أستطع النوم قبل أن لقد اشتقت إليك، اشتقت إليك كثيرا. وأنا اشتقت إليك، واشتقت إلى لياليك الملاح. أراك قريبا. يبيعون جارية حبلى من جعفر. أجل يا مولاتي. ما هذا؟ ما هذا يا عباسة؟ أيصل بك الأمر إلى هذا الحد؟ احتفظ بها إلى يوم موعود. هذا ما فعلته يا مولاتي. إياك يا ياقوتة، إياك أن يذهب تفكيرك لبعيدا جدا ليصل إلى مخدع السيدة. إن ذلك سيودي بك إلى الهلاك. إن ذاك حقي كما فعل الباقون. الرشيد حلم ولكنه ليس بمستحيل. إنك تمسكين الجمر وتقبضين على الرمل. إياك يا ياقوتة، إنك جارية مؤتمنة على أسرار مولاتك. إنه رجل ليس كالرجال. وستصفعك مولاتك زبيدة على وجهك كي توقظك من حلمك المر. سيرين، اشتقت إليك. وماذا بعد؟ في شوقك إلي مشاكل جمة، وأنت لا تستطيع أن تواجهها. أريدك بكل جوارحي. ابتعد عني يا أحمد، فأنا لا أريد أن تقع في المشاكل بسببي. تعالي لنهرب سويا. ابتعد عن الحانة، ولا تنسى أن تعطي ما هان نصيبه من البيع. لقد عدت لمكاني في السوق، ولن أسمح لما هان أو غيره بالاعتداء علي. ليتك تفعل ما تقول. اذهب يا أحمد، اذهب. أبا الفضل. مولاي، ما أخبار خراج الري؟ الحمد لله يا مولاي، الخراج وفير. الحمد لله. هل يدون كل شيء في ديوان الخراج؟ نعم يا مولاي. استريح يا أبا الفضل. يا
يكتب المأمون كتاب عهد يرد به على كتاب الأمين. أمر مولاي. وليعلق الكتابان على ستار الكعبة. لا يحتاج الأمر إلى ذلك يا مولاي، فالناس كلها تدين بالولاء والطاعة دون أيمان وعهود غليظة. لا أخشى الناس يا أبا الفضل، فالناس تعرف قدرنا وحقنا كما نعرف قدرها وحقها، وإنما أخشى التأجيل والتسويف. ما بي يا سري، وأي ضياع أعيش؟ خوفي عليك هو ما يكبلني ويكسر إرادتي. إنك تقصين عليه. ربما تحرك به شيء كي يدافع عن نفسه. ربما كان صادقا ولا يريد افتعال المشاكل. أحمد لا يكذب، ولكن عليه أن يكون أقوى، ولأني ضعيفة أحتاج رجلا يحميني، أتمنى أن يكون هذا الرجل هو نفسه الذي أحبه، ولكن كيف له أن يحميني وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه؟ لم أوفر جهدا حتى أغيره وأوقظ فيه الرجل النائم، ولكن دون جدوى. إذن أنت جادة بتركه. أحبه ولكني أكره ضعفه. أعدك إنها آخر مرة، وفي المرة القادمة سأتخلى عنك. إلا هذه يا مولاتي، كيف لي أن أعيش بدونك؟ سنرى. كيف يطيب لي نفس واحد بدونك يا مولاة قلبي وسيدة روحي؟ من أجلك أعيش حياتي، ومن أجلك أفعل أي شيء. ماذا تفعل أيها الأحمق؟ وهل طلب منه أن يعلق الكتاب على أستار الكعبة؟ أجل يا مولاتي. حسناً أريد أن أعرف بما سيقر المأمون لولد محمد الأمين. سيقر له بولاية العهد على أن يحتفظ بولاية خراسان وباقي الأمصار كما أمر الخليفة. لا شيء جديد. أنت ما تفعل هنا؟ ألم أقل لك أن تغادر هذا المكان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تريدان؟ اذهبا من هنا وإلا. كأنك تريد ضربا كالذي ضربته أمس. ماذا قلت؟ لقد أنقذك وصول الحرس، ولكن حسن اهدأ اهدأ يا حسن اهدأ، لا نريد افتعال المشاكل. اجلس. زبيدة، ما بالك كلما اتخذت قرارا بشأن ولاية العهد تعترضين؟ لأن كل ذلك لا يصب في مصلحة ولدي.
مصلحة ولدنا الأمين، وأين مصلحة المأمون ومصلحة أخوتهم وأبناء عمهم؟ والأهم من هذا كله مصلحة الدولة والخلافة. أين أنت من كل هذا يا أمة العزيز؟ لماذا لا تحسم الأمر بولاية صريحة لمحمد الأمين كما يجب أن تكون؟ لماذا تنازعك عواطفك في مسألة الحكم؟ لأني أخاف على ملكنا. زبيدة، لأني أقدرك أستمع إليك، إلا فليس لكلامك أي صبا. الآن لم يعد لكلامي أي صبا؟ إنها دولة وحكم وخلافة، ولن أسمح لأهواء أي أحد أن تنازع الملك، أي أحد مهما كان. هارون، ولا حتى البرامكة؟ لقد ذقت ذرعاً بهذا المكان، مكان يلفظني ولا يقبلني بين أهله وناسه. أمامي طريقة للخلاص، إلى متى سأبقى مهملاً معزولاً عن كل شيء؟ مع أنني كنت في يوم من الأيام سأصبح ولياً للعهد. يا الله! الخلاص يا الله! يريد تعليق كتاب عهد المأمون على أستار الكعبة. كل ذلك من تدبير زبيدة. بل الكتابين، كتاب الأمين والمأمون، حتى لا يستطيع المأمون الفكاك أبدا. ماطل الرشيد، ماطلوا حتى أذهب إلى خراسان وأعد جيشا على رمرم، وبعدها لن يستطيع إلا أن يخضع لأوامرنا. هو كذلك يا فضل، ولكن لا تحرك ساكنا حتى تأتيك أوامري. وإياك يا يحيى أن يجيب المأمون على كتاب الأمين. لا أستطيع رفض طلب الرشيد، ولكن سأحاول منعه من تعليقه على أستار الكعبة حتى لا يوطن ذلك في نفوس العرب ويصبح دليلاً وحجة. فلتستأذن هارون في الصباح وسر على بركة الله. ابن الربيع يتحرك بين قاعة الحكم ومكتب الوزارة وجناح مولاة زبيدة. وماذا بعد؟ الأرجوان يا مولاي أتى إلى الإسطبل وأخذ فرساً لمولاة العباسة ووضع عليها كيساً كبيراً وخرج من القصر، وابن الربيع كان يراقب كل ذلك. أحسنت يا ريث، تابع على ما أنت عليه. مولاي،
دخل صالح الدار وبدأ ينادي: صهباء صهباء! ولكن لم يأتيه رد الصهباء. فجأة سمع صوتا من بعيد: نعم يا حبيبي. استغرب صالح هذا الصوت الذي لا يشبه صوت زوجته. قال لها: من أنت؟ قالت له: أنا الصهباء، ألا تعرفني يا صالح؟ قال لها: ولكن هذا ليس صوت زوجتي. فجأة سمع صوت بكاء. قال لها صالح: ما بك يا حبيبتي؟ ولما كانت تبكي؟ لأن الساحرة تحولتها إلى جنية. جنية؟ ولكن من أنت؟ أنا صالح. صالح؟ صالح الذي في الحكاية؟ صالح، ولكن من حكاية أخرى. كم وددت أن تكون صالحاً فتنقذ الصهباء، كم هي بحاجة إليك. ولما هي بحاجة إليك؟ انتظري، صالح هنا، سأكمل لك الحكاية غدا. أستأذنك يا صالح، فقد تأخر الوقت علي أن أخلد إلى النوم. إن تأخرت أكثر وبخني السائس. أستأذنك. جرار جرار جرار. حسن حسن حسن، شعوانة شعوانة، أنت هنا مرة أخرى؟ ماذا تريد؟ أين شعوانة؟ شعوانة فتاة مسكينة، لا تكن سبباً في جلب المشاكل لها. أريد شعوانة يا سيدتي. شعوانة شعوانة، لا تتأخري واحرصي على ألا تقع مشكلة جديدة. أرجوك يا حسن اتركني وشأني. ولكني أحبك يا شعوانة، ولقد قطعت القفار بحثا عنك حتى وجدتك هنا. وليتك لم تجدني يا حسن. شعوانة، أنا أحبك وأنت تعرفين مدى حبي لك. كنت أحبك ولكن تغير الحال الآن، وقد أصبح قلبي فارغا وسأعود للغناء. لن تفعلي، وسأمنعك ولو بالقوة. أرجوك يا حسن ارحل واتركني وشأني. أتأذن لي بالمسير يا مولاي؟ إلى خراسان يا فضل، حيث خاصرتنا الضعيفة. خراسان بقبضتي قوية بإذن الله يا مولاي. قوية؟ قوة سيف معنا وليس علينا. اذهب على بركة الله، ولكن أريدك أن ترسل لي البريد كل يوم. أمرك مولاي. مسرور.